أنا هنا. سندري. أنا حقا لا أصدق. أهذا أتريوس؟ مضى وقت طويل. كم كبرت. أجل. هل تلحقاني بي؟ ذكر بروك أنكما بحاجة لمكان آمن للمبيت، وأعتقد أن بإمكان قزميكما المفضلين مساعدتكما. أما زلنا قزميكما المفضلين؟ لا نعرف أقزما غيركما. أوافق. تفضلوا يا أصدقائي. أين سنذهب؟ أنظف مقصورة في العوالم التسعة، وأفضل أن تظل كذلك. لا أقصد أحدا بعينه كريتوس. بعد حادثة ثور فكرنا في إخلاء بعض الأماكن حتى تعرف خطواتكم التالية. كدنا نصل. كما ترايا استقررنا هنا في العالم ما بين العوالم. ليس رائعا، لكنكما آمنان من الشتاء العظيم ومن عيون أودن، والمنظر لا يقاوم إذا كنتما من محب الفراغات الرمادية اللامعة. مذهل يا سان. لدينا خطة لنخبرك بها. هذا مشوق. هيا ادخلا الآن. امسحا قدميكما بحرص شديد. سأنتظر. لن تمسحها صحيح؟ حسناً. غرفة النوم وهنا مكان المطبخ. هل تريدان تصبيرة؟ كريتوس تصبيرة؟ لا أحتاج تصبيرة. ما نحتاجه الوصول إلى سبارتلفايم لنقوم بإنقاذ تير. هل تير حي؟ أقصد هذا ماذا؟ لا بأس، لقد أخبرته بكل شيء. عاونت ابني على عصياني. لا، أنا كنت أرعاه نيابة عنك. لا شيء خطير، كل شيء آمن، ليقل أحد شيئا. الأهم الآن هو أننا نريد الانتقال بين العوالم ثانية. قلت تعرف كيف؟ أجل، أعرف كل ما في الأمر أن الوحل كثير. لما لم تتح الانتقال إلى الآن؟ بصراحة كنا نحتاج مساعدتك في شيء. أوه، الأخوان هولدرا يحتاجان خدماتي. أذكى رجل على قيد الحياة. صحيح بالضبط. لما العاجلة؟ كيف سيسعه المكان؟ من ذاك على أي حال؟ ذاك هو ابني. ماذا حدث له بحق يارنزميدا؟ بات فارع الطول الآن، ويبدو هكذا. اللوم عليك، بحقك لنأتي له بشيء يناسبه على الأقل. إنه يكبر فقط يا أبله، ألم تمر أبدا بهذا في نموك؟ هي. لا يمكن تغيير ما حدث لتضع حدا للهراء من الآن إن كنت تعرف الصالح. إنه يحاول، صدقني. لنسلحكما أيها المزعجان قبل انطلاقكما. لنبدأ بهذا. مدمر تماما. ألا تفضل أن أصنع جديدا؟ إنه عزيز علي. حسنا، سأرى ما سأفعله. خلال ذلك ما رأيك لو أعطيتك شيئا مؤقتا؟ لدي ما يكفي لصنع عنصر واحد من تلك الأشياء هنا. أحضر المزيد من الموارد وسنرى ما الذي يمكننا فعله.
يكن الفتى سيتوقف عن النمو، يجب أن تأتوا باستمرار للحصول على ملابس جديدة. وجدت بعض العناصر التي ضاعت منك، ستجدها في الصندوق. ماذا كنت لتفعل بدون؟ سأتجول وأتحقق من غرفتي. أخبر سندري عندما تستعد. ماذا تحتاجون؟ المكان. يبدو أن الشتاء العظيم أضعف فتاتنا. أعطيها لي. تحتاج بشدة إلى حب بروك. بحاجة لشيء مخصوص؟ العتاد الواقي الذي صنعته. استخدمته. عملت جاهدا على صناعة كل جزء من الصدرية وواقي الكتف، بينما تقف أمامي الآن وتكاد تكون عاريا. ربما عليك التحرك بحذر هذه المرة. ها؟ لن أفعل. أليست براعتي مذهلة؟ الآن لا تعرض نفسك للقتل، أتسمعني؟ كيف حال الوحش الأزوردي المفضل لدى الجميع؟ بما ناديتني؟ هذا بديع.
تعالى لترى. آمل أن كل شيء بخير. سأستعد عند استعدادك، أعدك. كيف تفتح العوالم؟ سنحتاج فقط إلى شيء من الورشة. اتبعاني واحرص على إحضار الرأس. إذا أين يحتجز تير بالضبط؟ إنه مسجون في منجم ما، هذا ما نعرفه. تعرف أن العالم مليء بالمناجم، عليك تقليل الاحتمالات. تحدث إلى دورلين. من دورلين؟ إنه أحد أقاربنا نوعا ما، متخصص في مجال السلامة، لديه معرفة بكل المعلومات المتعلقة بالمناجم، وأعرف أنه لا يحب أودين، لهذا لجأت إليه أمك عندما أرادت بدء ثورة. مستعد؟ ثورة؟ أكنت تعرف هذا؟ لا لم أفعل. قائد ثورة كان يعرف أمي، هذا ما نحتاجه بالضبط. أظنك نسيت الترا. حسنا، لا يهم، سأجهزه في لمح البصر. ألقاكما عند البوابة بالخارج. قائد ثورة؟ تورلين؟ يا لتزييف الحقائق. ها؟ أتريوس. حسنا، أراك بالخارج يا سندري. سمعت؟ سنحتاج إلى مايكروست والرأس. روح ضع لمستك. أنتم تحتاجون مساعدتي الآن إذن. أصبت، صنع هذا الجهاز حسب مقاييسك. سأجعلك تلقي نظرة أفضل على المشكلة باستخدام عيون بايفروست خاصتك. إذن هل أسيطر على هذا الشيء بطريقة ما؟ لا. لا, لا 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 يثبتك بينما تسلط هذا الضوء على عيني. السدري أيها اللعين الأحمق. افتح الآن. كنت آمل ألا أستخدم مشابك الجفوف. افعلها. أجل جيد، أطلق الآن. لا يزال غير لطيف. هذه إشارتنا، هيا. أنا قادم. بيض هيرزفيلغر، ما السبب؟ سترى قريبا، علي ضبط. هات، هذا سيكفي بالغرض. لا ضرر دائم. سأريك الضرر كريتوس، ألقني نحوه ووجه القرون. ألا تتقبل المزاح أيها العجوز؟ بايفروست محطمة. بما أننا هيأنا البوابات لاستخدام بذور إجدراسيل، لن تحتاج طاولة للسفر أو مصباح بايفروست. استخدمته للنور أيضا. حسنا، جيد، سأتوصل إلى حل، لكن أولا تعال سأريك طريقة العمل. نحو حروف زفرتالفاي مرونية على اليمين، ثم ركز. تأخذك هذه الأراضي الرطبة خارج نيدافيلير. اذهب إلى ميدان المدينة واسأل عن دورلين في الحانة. هل سيعرفونه في الحانة؟ لطالما كان دورلين ثملا متأصلا، أعتقد أنه تغير تماما، لكن تجربتي. أردت المجيء معنا؟ ربما آتي، لكن الأراضي الرطبة مبللة وحصدة الأرواح في كل مكان، مخلوقات عدائية ولزجة. بالتوفيق. شكرا. قلت بالتوفيق. هل تشعر بذلك؟ ما هذا يا فتى؟ أي شيء، كل شيء.
إنه دافئ. يمكننا الاستفادة من هذا القارب إذا حررته. احذر يا فتاة. ما سبب سرعتها؟ صعلوك يسارا. ضربة من خلفك. أرى انطلاقنا إلى بداية حيوية. أترياس، أنت لم تنتبه. لكن حررت القارب. سنعبر القنوات عند استعدادك. ما أهمية السلسلة في الماء؟ هذه سفينة إمدادات الأقزام، ويبدو أنها مفقودة. لازلت لا أصدق أن أمي قادت تمرداً ضد أودن ولم تتحدث عن ذلك. حقيقة أن الأمر لم ينجح كانت لتكبح الفكرة. ما فعلته والدتك قبل لقائنا لم يكن من شأنها. هل سألتها قط؟ انظر للماء، توجد موارد. إن لم تسأل أمي عما كانت تفعله، عما تحدثتما حين التقيتما، هل كنت تقول أيتها المرأة احرصي المنزل سأصطاد السمك في النهر ثم تغادر 5 أيام؟ لا، والدتك كانت أمهر مني بهذه الصيد. هل رأيت ذلك الشيء؟ العجلة تسد القناة. أعتقد إذا أدرتها سنتمكن من العبور. هذه مناطق رطبة، صحيح؟ هذا دقيق. إنها بركة. الرائحة تحرق عيني. تعرف إنها أقوى قليلا مما كانت عليه عندما زرتها آخر مرة. الممر يأخذنا للجانب الآخر من النافورة. تبدو قطعة أثرية من مقاومة الأقزام. شارة ريدمار، والد بعض الأقزام الذين قد تعرفهم، قد يرغب بروك في استعادتها
وهذا أفضل من أن تبقى في العراء. صناعة الأقزام القديمة في المدينة. كثير كان صديق العمالقة. ترى هل التقى بأمي من قبل؟ إن كان جزءا من التمرد. إن هذا ممكن. إله الحرب غالبا ما يدافع عن العمالقة، رغم أنني لا أتذكر إذا كان أعلن الولاء التام من قبل. لابد أن هناك طريقا أسرع للنزول. ضربة من خلفك. خلفك انتبه. يبدو أن هناك طريقة لإدارة العجلة هنا. مهلا، حذر الرجل إن كان على وشك أن ينتهي به الحال فجأة واقعا على أرضه. الأرض، أهذا زلزال؟ عرضي لكن غير نادر حدوثه في سبارتا الفايم. مع التعدين الذي يتم هنا الأرض تنزعج قليلا. أستصل إلى العجلة من هنا؟ Hmph!
أوه واو، أحسنت بإخفاضها وفقا لحاجتنا بالضبط. أفكر لأن هذا فئر، ربما الفكرة لا تتعلق بأن المرض لم يبدأ هنا، لكن ربما الأمر مختلف في سبارتلفاين. يا فتى، إن الشتاء العظيم لا يضرب كل العوالم بنفس القوة. غريب أن الشتاء العظيم لا يجلب دائما شتاء. إنه كذلك في ميدغارد، لكن كما ترى الأثار هنا تبدو أكثر غازية بطبعها. لاحظ النافورات، لاحظ الرائحة أمامك. هذه الأثار كانت موجودة من قبل بشكل ما، ولكنها الآن وصلت إلى حد أقصى جديد. أنا أسير أسفل ذلك الجسر. وجدت شيئا مفيدا؟
يسارا. ضربة من خلفك. هل غطوا النوافذ؟ إننا نحتاج إلى تحريك هذه العجلة، ولكن المياه لا تصل إليها. إنها في كل مكان. الباب تتحرك، العجلة والبوابة تفتح. هذه مهارة الأقزام. إلى القارب. لو الأقزام في هذا العالم كبروك وسنري، فمن الصعب أن يتحيزوا لأودن. حسناً، في كثير من الأحيان لا يرى الناس أي شيء سوى مصلحتهم الشخصية. أودن قدم لهم الأمان، وتحديه قد يشكلون. ربما يحتاجون اثنين من الآلهة ليتخذوا صفهم. أتريوس، لسنا هنا لهذا السبب. لقد كنت أمزح. الحرب ليست مزحة، خاصة فيما يتعلق بالآلهة. هذا المكان محطم. وأجل أنا منتبه، الآلاف من حصدة الأرواح بالأرجاء. عدو مصاب خلفك. طارق، أمسكه.
جيد أنك تعلمت الرونية. هذا كل شيء هنا، هل نواصل الصيد؟ يبدو يا أتريوس أنك تنوي ضم تير حليفاً للحرب. أحاول أن أتوقع كل الاحتمالات. فلنتحرك، يسعدني خروجنا. نستكشف عالماً جديداً، ربما نستمتع بالدفء فحسب. علينا فتح البوابة حتى نصل إلى نيدي بولير. نجح؟ لنرى ما سقط منه.
هاي يا أبي بالأعلى. كدنا نصل، لابد من سلسلة لإنزال بوق البوابة. هناك سلسلة يمكننا سحبها. حاصد الأرواح بالأعلى، أصدر! بإمكانك كشف النافورة من هنا؟ أظنني وجدتها، إذا جمدنا النافورة ستدور العجلة. ما رأيك أن نجمد النافورة أسفل العجلة مثلا؟ قصيدة أخرى لكافاسير رفيعة المستوى، اجمع أي قصائد تجدها. يا فتى اسمح لي، ماذا تريد أن تتعلمه من تير بالضبط؟ حسناً، كما قلت كنت آمل أن يخبرني شيئاً عن لوكي، وأريد سماع بعض قصصه عن السفر إلى أراضٍ أخرى، أمور العمالقة، وربما عما كان القتال عليه قديماً. للتاريخ فقط بالطبع. التاريخ فلنامل أن يكون تير في مزاج يسمح له بالتحدث بعد حبسه طويلا. ليس كل أسرى أودن يتمتعون بفصاحتي الساحرة. ليس لدينا دليل أن تير هنا فعلا. صحيح. الزلزال الذي وقع، أتظنه سيتكرر؟ هذا غير محتمل، لكن تميل الاضطرابات الجيولوجية إلى المفاجأة. إذا كانت النافورات والرائحة أسوأ هنا بسبب الشتاء العظيم، فربما الزلزال كذلك أيضا. قد تكون محقا يا فتى. ها
أتريوس، انظر أمامك. الآن هذا مظهر مدينة حقيقية. أهلا بكم في نيدافيليار يا إخوتي. هاي أقزام. أوه، إنهم يهربون. إنذار. لن أستخدم إنذارا كهذا إلا إذا كان لا يزال لدي جسد، وكنت أخشى فكرة انفصالي عنه. لما كل ذلك لنا؟ إنهم خائفون. أخشى أنه بالفعل إنذار. لماذا يختبئ الجميع؟ كن متأهبا. مرحبا، هل تحدثنا لي؟ مشاكل. إنهم لن يفيدونا، من الأفضل أن نجد الحانة التي ذكرها سندري وحدنا. المباني هنا مذهلة حقا. تفاصيل الأعمال الخشبية استثنائية حقا. هل هذا تمثال لأودن؟ أظنهم يحبونه هنا أو يخافونه. سندري. أهلا، لم أتفاجأ، كنت أعرف أنكم ستحضرون. لدي شيء لكم. ما الأمر يا قزم؟ يسعدني عودتي مرة قبل معركة راجناروك. لو الحصى يمكنها التحدث سيكون لها أفواه مقرفة. أتمانع استخدام قوسك؟ أوه، فات موعد استبدالك بكثير. الاستجابة الهيكلية أو لمواد بعينها للذبذبات الصوتية أمر أحاول تجربته منذ فترة الآن. شكرا لك، جربته أخيرا؟ ما الجديد إذن؟ صبرا، من الأفضل رؤية هذه الأشياء وهي تعمل. إليك. استهدف تلك البوابة، وقبل الإطلاق قل سكيافا. سكيافا. لم أتوقع أن تزعج نصف الزواحف المريبة في نيدافيليار. كيف كنت أعرف وجودهم؟ انتبه. حسنا، إذن دورلين. سندري، أتعرف أين هي الحانة؟ أيبدو علي أني ذهبت إلى حانة قذرة من قبل، لكن المجاري التي أحدثت ثقبا بها تبدو واعدة لكم. يفترض أن تؤدي إلى جانب المدينة الآخر. لا أفترض أن بإمكانكم فتح أي أبواب أخرى هنا. أنا في الخدمة. إذن هذا الإغلاق بسببنا حقا؟ أوه أجل، قبضة أودين محكمة على هذا العالم. أي غريب يشكل خطرا؟ كأنهم خاضعون لحكم أودين.
تخص أحد المتمردين؟ ماذا أقدم لك؟ أتود التحدث في شيء؟ كريتوس، هذا سيؤلمه. حتى نلتقي. قصيدة أخرى لكافاسيو. سقط جاسوس آخر. بالتوفيق. أي غريب يشكل خطرا، هل هذا لحماية الأقزام؟ يبدو الأمر كذلك، لكن بمعرفتي بأودن مؤكد هناك دافع خفي. حسنا، يختبئ الجميع بهذا الجانب. احتلال أودن لهذا العالم جذوره متغلغلة، لكن لا يوجد من يتولى الحراسة. لا نشكل خطرا، فلما يختبئون؟ قاوم وستكون قدوة للآخرين في الالتزام بالنظام. قد يتغلب حب البقاء على الشجاعة حتى عند أقوى الناس. الخوف يبقيهم آمنين وأحياء. لابد أن نرحانة هنا في مكان ما. أنطرق بعض الأبواب لمعرفة الاتجاهات. أظنني أرى شيئا. معذرة، نبحث عن شيء مفيد لك هنا. لا يبين ما تريد، لا طعام ولا كلمة مشجعة ولا طلقوا أنفسكم. يابا، شكرا.
قنبلة نارية من داعي رئيس مناهض لأودن في تمرد دورلين. كانت وسيلة بارعة حتى أصبحت وسيلة أقل ذهاء. يسارا! أصاب! يبدو واعدا. صحيح، لا يبدو كمنزل. إذا كان هنا ربما عليك ترك أمر التحدث لي. أنت؟ لا نريد إخافته. أنت بطول الشجر وتعلق رأسا على خصرك. لا عليك، رأيك صحيح. جيد جدا. أهلا. انتبهوا لأنفسكم، يبدو أن هناك دخلاء على وشك التسلل. أوه، هذا نحن أعتقد. أنت تخطط لقتلي. على الأقل دعني أنهي هذه الأغنية. ذلك الإنذار كان في الوقت الأنسب. نبحث عن صديق لنا يدعى دورلين. كلنا يعرف أن هذا ليس صحيحا. لم يعد لدورلين أي أصدقاء، ولكن إن كان هذا كل ما تريده، اذهب إلى الطريق الخلفي هناك وسترى مكتب السلامة عند الجهة المقابلة للنهر فحسب، ولكن لا تسبب لنا المشاكل. وأثناء سفرك عبر هذا العالم ربما يمكنك التخلص من فوضى هذه الرأس. أي فوضى؟ لاحقا يا أخي. أود سماع هذه الفوضى. الحفارات في الخليج، لما لا تسأل الجمجمة المتعالية؟ الرأس لدي جلد، لكنه محق. ارتكبت خطأ، كنت سأقوم بإغلاقها.
آسف، شيء آخر. هذه هدايا أمنحها لك حتى لا أشعر بالأسف وتشعر بالامتنان على أي حال. تفضل، كن حذرا. إنها جميلة. شكرا سندري. جميلة أليس كذلك؟ إنها مفيدة أيضا. ستجد كل ما ترغب به بفضلها. حقا؟ إذا كنت تريد المواقع التي قررت السفر إليها أنت ووالدك، فالإجابة نعم. إنها بوصلة. لكنها بوصلة جميلة. تحرك بسرعة. هيا، القارب ليس بعيدا. قال سندري ان دورلين كان قائد التمرد بشكل ما، ويبدو انه لم يتبعه احد. كان الكلمة الرئيسية هنا يا اخي. رأيت مرفأ هناك. هناك قارب سنصل به إلى مكتب دورلين. هناك مبنى خلف الصخور التي خلفي، لنتوجه إلى هناك. حفارات التعدين اللعينة. ماذا عنها؟ أليس كالد محق في إلقاء